المفتوح الآن غنمشيو إلى الفقرة الخاصة بالتغذية. اليوم معنا داخل استوديو دكتور محمد الفايد الأستاذ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. دكتور فايد صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك مباشرة معنا. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. نعم. إذن أنتم في بصدد تسجيل برنامجكم في قناة محمد السادس. نعم. ولا في إذاعة محمد السادس. هادشي علاش. هما جيراننا هنايا. هادشي علاش اليوم غندوزو المباشر معك من الاستوديو. فيوم أمس كلمنا على البطاطا الحلوة. نعم. هناك بعض السيدات اللي عبر صفحات البرنامج في الفيسبوك اللي عملوها عصير. نعم جيد. ما رأيك؟ نعم جيد. كاع يعني الخضر إذا استهلكت على شكل طازج على شكل عصير تكون مفيدة أكثر. لماذا؟ لأن يكون عامل الأنزيمات مازال يعني نشط، لأن الطهي يعني يقضي ويكبح ويثبط الأنزيمات. يعني ليس هناك أنزيمات في كل يعني الأغذية المطبوخة جيدة. نعم، الأغذية الطازجة تبقى الأنزيمات نشطة، وهي يعني البطاطا الحلوة هذه هي من الخضر التي تستهلك طازجة وتستك على جميع الأشكال، وممكن أن تطحن مع خضر أخرى لكي يعني يكون هذا العصير غني جدا، وخصوص الأشخاص المصابين ببعض الأمراض، يعني منهم الأنيميا ومنهم السندروم ميتابوليك، منهم بعض الأشياء اللي كان بحال القضية ديال التوازن المائي في الجسم. الناس اللي منفخ اللي مرجيم واللي الماء ما كيخرجش، والصحاب السرطان، المصابين بالسرطان، وكذلك النساء اللي عندهم مشكل الهرمونات. نعم. إذا تناولوا مثلا، إذا ابتعدوا من كثرة اللحوم وتناولوا خضر مطحونة يعني على شكل عصير فهو يعني ينفع أكثر. ذكرتي ايضا، غير باش نوصلوا المعلومه للناس اللي ما سمعوش يوم امس، انه المرضى السكري ممكن ياكلوا البطاطا الحلوه بدون مشكل. نعم، ما كاينش مشكل. نعم. لان الان هذا العصير الخضر، العصير الخضر هو النظام المتبع في اوروبا الان لاصحاب السرطان الذين يتابعون عبر القنوات. نعم. كيعملوا عصير الخضر بشكل كبير. نعم. واخترعوا ايضا مجموعه من الالات الخاصه بعصر. نعم. الخضر، حتى اوراق الخضر وحتى الخضر المستنبته، هذوك البرجونمو وبعض الازهار، يعني حتى هذوك الازهار ديال بعض الاشجار وبعض النباتات. نعم. الان ولا هاد الاشياء طازجة هي اللي كان يعيش عليها الانسان البدائي، ولذلك كان انسان يعني قوي ويعني الجسم جيد، وكان يعني يقاوم الامراض بدون 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 يعني أدوية لم تكن. نعم. هناك ادوية. نعم. اذا الخضر الخريفية اللي كتكلمنا عليها شنو اختاريتي اليوم؟ مازال الخضر الخريفية علي، مازال بحال هذه بطاطا الحلوة. علاش ركزت عليها؟ لانها كاينة في المغرب، هي خضرة ديال البحر الابيض المتوسط، هي لا توجد في دول أوروبا بكثرة يعني، ولكن خصوص هذه الدول، دول يعني المغرب العربي، هي خضرة تميز هذه الدول. كاين القلقاس، شجر القلقاس. يعني كلمة قلقاس لا تعني لك شيء. نعم. القلقاس هو بطاطا القصبية، ويعني والمغاربة أذكياء جدا سموها بطاطا القصبية. علاش؟ لأن الجذور ديالك هذه بطاطا القصبية كتشبه جذور القصب. ولذلك سموها القصبية، يعني يعني تسمية على جذور القصب، وهي تسمية جيدة. كلمة قلقاس هي كلمة عربية، ولكن تتبقى بطاطا القصبية أحسن. أنا بالنسبة لي، ولكن المشارقة كيسميوها هذه التسمية القلقاس. القلقاس. نعم. هذا النبات هو نبات عجيب، والشكل ديالو سبحان الله لحكمة يعلمها الله. ملي كتكون شي حاجة جيدة، الله إما تيدير لها واحد الشكل غريب، إما كيدير لها الأشواك بحال الهندية. نعم. إما شي حاجة، ولكن كيشوف باش يشوف الإنسان واش غادي يستفد من هذه الحكمة. هو الورد جميل ولكن فيه الشوك. نعم. وبطاطا القصبية عندها الشكل ديالها ما كتقشرش بسهولة، كيشوفوا بعض البراعم خارجين منها، ويعني كتقلق العيالات. النساء كتقلقش، ولكن كتبقى خصك تبقى غادي معها شوية بشوية. نعم. وهي الأم ديالك واقفة حداك غتبقى تقول لك لا نقيها مزيان، يعني ما تحيدش لهذوك الجذور. لا بشويه. نعم. باش نبدا بالقوه ديال البطاطا القصبيه، ان قبل اكتشاف الانسولين كانوا كيعطيو واحد كاس، يعني حتى الاطباء كانوا كيوصفوا، هاد المعالجين هذيك الساعه ما كانوش اطباء، كانوا كيوصفوا واحد كاس ديال عصير البطاطس في الصباح، وكاس ديال عصير البطاطا، هذه البطاطا القصبيه في العشيه. نعم. يعني الناس ديال السكري كانها مضاد حيوي. نعم. لان لا، لان سكر الانيولين اللي تكلمنا عليه في البطاطا الحلوه. نعم. سكر الانيولين اللي كاين في البطاطا القصبيه كيتزاد عليه مكونات اخرى تشبه تنشط البنكرياس وتنشط كذلك دخول الانسولين في الخلايا، لان المشكل ديال الريزيستانس ديال مقاومه الانسولين، حيت كاين الناس اللي الانسولين ما كتوصلش باش تستقلب، يعني باش تحفز هذيك الانزيمات. نعم. اللي كتستقلب السكر. ولكن كيف كتقولنا دائما من
نخلطوهاش مع الحليب، اي عصير ما نتخلطش بالحليب، لا يكون مع ماء ولا يكون مع خضر اخرى. وهي البطاطا القصبيه هذه لا تنقات مزيان وتغسلت وطحنت مع الماء وتشربت، هي كاع الناس اللي ماشي غير اصحاب السكر، يعني ارتفاع الضغط والسكر، هذو اصحاب السكر وارتفاع الضغط ومرض بهجت كذلك، يعني المرض المناعي على الخصوص، حتى اللوبيس يعني حتى اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الذئب الحمامي، لانه ولا دابا كينتشر كثير الذئب الحمامي خصوص في النساء، وكنلاحظوا على ان جل النساء ديال الامراض هي كاينه عند النساء. علاش؟ لان النساء عندهم العامل الهرموني، عندهم العامل الهرموني النساء، الا تقلقوا شافي كيولي كل الامراض قريبه منهم، ماشي بحال الرجال. الرجال ما عندهمش هرمونات كثيره، عندهم عامل التستوستيرون وعندهم شويه ديال البروستات ديال البي اس او، ولكن ماشي هرمون قوي. نعم ولكن كنا قبل المباشر كنا كنتكلموا على الوصفه السحريه باش ان النساء ما يتقلقوش ويبقى عندهم الهرمونات متوازنه. هو النظام النباتي، النظام النباتي بتاعته من اللحوم ما امكن، ماشي ما ياكلوش ولكن يقلوا من اللحوم. علاش؟ لان الكوليسترول بالنسبه للمراه هو كاين عنده مفعول خطير، اخطر خمسه الاضعاف من المفعول ديالو على الرجال. يعني النساء الى قلوا من اللحوم وحتى مشتقات الحليب حتى الاجبان، ثم يكون النظام ديالهم نباتي، حتى البشره والاظافر والشعر بقى عندهم جيد. اذا هناك مشكل والمراه خاصها تحافظ على العامل النفسي، خاصها هي ما تقلقش. نعم المراه هي ما تقلقش، اما ممكن الامراض كلهم دوز منهم، ولكن الا تقلقت كتحصل في جميع الامراض. يمكن جميع الناس اللي كيسمعوا دابا يقول لك كيفاش غنديروا ما نتقلقوش. نعم علي السرعه ديال الحياه العامه والمجتمع وكذا، ولكن يحاولوا على بعد على الاقل الشخص الى عرف هذا الخطر ديال القلق غادي يبقى شويه ينقص بعد واحد 30 ل 40% خاص. الى عرفتي الخطر ديال الشيء كتحسب له. يعني جوج الامراض اللي دابا عالميا يعني كاين الخوف منهم هو السمنه والتوتر. نعم السمنه والتوتر، وكاين علاقه ديال التوتر مع السمنه، حيت كاين الناس اللي كيتقلقوا كيبغيو ياكلوا فهاد يعني هذا القلقاس في املاح معدنيه مثل المونغانيز والمغنيسيوم يعني بكثره، وفي فيتوستروجينات، وفي كذلك عوامل هرمونيه، عوامل تعمل عمل يعني الفيتوستروجينات تعمل عمل هرموني وهي طبيعيه جدا توازي الهرمونات. نعم، وحتى الاشخاص اللي عندهم سمنه، ما تكلمنا على السمنه، الى عملوا هذا العصير ديال الخضر، لا 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 الى وقفوا الجلوتين، لا وقفوا القمح. نعم. واللحوم والسكر ثلاثه فقط، ولو القمح الكامل. نعم القمح عليين ما غاديش يوقفوا 100% ولكن ينقصوا. نعم. منه يكون قمح كامل ويكون شعير يعني عوض القمح. نعم. الى حبسوا هذا الجلوتين والسكر واللحوم، وتناولوا عصير الخضر والفواكه كذلك. الفواكه ما كتسمنش، عصير الخضر وعصير الفواكه غادي يكون عندهم يعني السمنه، غادي السرعه دي باش يتخلصوا من السمنه غادي تكون يعني في وقت يعني قريب جدا. ولكن المشكل هو الناس هاد القضيه السمنه، وما الناس ملي كيحسوا براسهم جيد تيعاودوا يرجعوا للسمنه، ماشي مرض غادي يعالجوه يعاودوا، لا خاصهم يبقاو على نمط عيش اللي يخلي الجسم ديالهم يكون مراقب وما يكونش وزن. حتى المعلومات اللي كتكون متضاربه، مثلا قلتي في اطار الحديث ديالك ان الفواكه ما كتسمنش، ولكن المعلومه اللي تجي من اوروبا انهم الناس ديال اللي كيعملوا الريجيم ما خصهمش ياكلوا البنان، ما خصهمش ياكلوا العنب. نعم. بزاف ديال الاشياء هادشي راه كيغلط. لا هو العكس، العكس تماما. هي الفواكه، هي الفواكه تزيل الشحوم وهي تحرق الشحوم. الفواكه فواكه طريه على شكل عصير، ولكن الاوروبيين ما يقدروش يزولوا اللحم وما يقدروش يزولوا الالبان. نعم. هذه عندهم يعني قاعده مقدسه، يعني يخافون من اللحوم من الالبان. الاسيويين لا، الاسيويين بالعكس هم يضحكون على الذين يستهلكون الحليب. الاسيويين كياكلوا الصوجه وكياكلوا الرز، كيعرفوش الان هذه القضيه تبقى نسبيه على شكل. نعم. دوله. انا يعني انا رايي وهذا بحثي وهذه طريقتي، وانا الحمد لله اعطت نتائج 100%. نعم. مش مشكل. نعم. ان الفواكه لما عصائر، ماشي غير. نعم العصائر. نعم. عصير الفواكه الطريه، وعندنا عصير في المغرب جيد، عصائر جيده عند المغرب، عندنا فيه التين الشوكي، وعندنا دابا الكرموس. ناس ما كياكلوش الكرموس بحال التين، دابا التين الطري ما كياكلوش. نعم. الناس هو. نعم. التين، والغريب ان التين ينفع النساء اكثر من الرجال، يعني هو ما كيستهلكوش، والناس كيمشيو ديما لديك الفواكه اللي على شكل اللي جابتها الموضه. نعم. يعني بحال ديما ملي كيدخل الضيف ديما تتلقى مثلا يزوقوا واحد الطبق بالبنان والتفاح والفريز وهذا، رغم ان فواكه اخرى موجوده في محل الليمون. الليمون الان قليل ما كيحطوا. نعم. ليمونه ولا جوج مع الفواكه. نعم. انا كنقول لهم يحطوا جوج كيلو ديال الليمون للضيوف، يعني علاش لا؟ لاننا بلد البرتقال، والبرتقال قوي جدا من الفواكه. هو تشوف ان الحامض، كيف يعقل ان الاوروبيين تيقولوا الفواكه كيغلظوا، ولا دخلت الانترنت تلقى ان الحوامض البرتقال كيرقع انه كيحرق الشحوم. نعم. عصير البرتقال اذا زادوا معاه الحامض الليم هذا كيرقق. نعم. هذا نبات القلقاس، نبات القلقاس كيدخل في التغذيه ديال السمنه وتغذيه الناس اللي مصابين بامراض مزمنه على الخصوص، ومع الاسف الشديد النساء ما يستفادوش منه. هو جيد للاطفال والنساء،
هذا نبات القلقاس، بطاطا القصبيه. العيالات كيتشكاو منها كتعمل لهم غاز وكذا الى اخره. انا تكلمت عليها في اللقاء المفتوح نيت شحال من مره، ولكن نبقاو نعاودوا هذو لان كاين الناس عاد كيلتحقوا بهذا البرنامج. وهذا القلقاس او بطاطا القصبيه هي خضره ما كيتنبهوش لها الناس مع الاسف، وهي موجوده في المغرب ودابا كاينه، يعني كتكون فصل الخريف، هي خضره فصل الخريف، وهي اللي كتعاود توازن ديال القولون، لان كثره اللحوم على الصيف الناس تيكثروا من اللحم وتيكونوا مسافرين وتاكلوا برا وتوقعوا لهم مشاكل على مستوى الهضم. هذه بطاطا القصبيه هي اللي كتنظف الجهاز الهضمي، الا تزادت على السفرجل والبطاطا الحلوه والبصله البصل الاحمر ويتزاد معها كذلك هذو الرمان، لان دخل دابا الرمان، هذه اشياء تغسل الجسم، يعني ينقصوا الناس لانهم كالوا اللحم بكثره. دابا الناس رجعوا للعمل وتتناولوا اللحوم بكثره، يحاولوا ما امكن يرتاحوا ويعاود الجسم ديالهم ينطلق من جديد، يعاود يديروا واحد غسيل لهذا الجسم هذا من هذه السموم ان شاء الله. ويبداوا طريقة يعني طريقه الطبخ ديالها، طريقه هي تطبخ على جميع الاشكال بحال البطاطا الحلوه، هي اللي الامراض المرضى، يعني المرضى ياخذوها طازجه من الاحسن، تنقم مزيان وتطحن مع الماء وتشرب طازجه مع ماء معدني، ويزيدوا لها خضر اخرى بحال السفرجل والحزام، يزيدوا لها سكر لان شي شويه تطبخ تدار في طاجين يا مع اللحم كيخضروا بها بحال الخضره عاديه، وعلى شكل شوربه كذلك، يعني كطيب مع الربيع ولا حاجه وكتطحن على شكل شوربه، غير يكثروا بحال النساء اللي كيخافوا مثلا من الغازات يكثروا معها ثوم، يزيدوا معها ثوم ولا شويه قرفه، الا زادوا معها ثوم ما تعمل غازات في الامعاء يعني وتكون جيده. وهي هذا قلتي ولو تعمل غازات نستمروا في خاصهم يستمروا. نعم خاص يستمر، علاش؟ لانها تعيد هذا توازن الفلورا، علاش؟ لان سكر الانيولين اللي موجود في هذا القلقاس او البطاطا القصبيه، سكر الانيولين هو اللي الفيول ديال هذيك، هو المواد الاغتياتيه ديال البكتيريا اللبنيه الموجوده في الامعاء. وهذا بدون بكتيريا لبنيه، بدون بكتيريا لبنيه لا يعيش الانسان، لا يعيش. وكلما وقع خلل في هذه البكتيريا اللبنيه في المعد الغليظ، القولون على الخصوص، كلما ترتبت هناك جميع، ليس مرض، جميع الامراض كترتب على هذه، بما في ذلك التوتر العصبي. التوتر العصبي كيكون من القولون ماشي من القلب ولا من اعضاء اخرى. وهذا النبات القلقاس، هذه البطاطا القصبيه، هي تعيد توازن، علاش؟ لان سكر الانيولين الان البحث العلمي كيعطيه اهميه كبيره، بروبيوتيك، حديث بروبيوتيك معروف عندنا احنا في البحث العلمي، ان البطاطا الحلوه البطاطا القصبيه والخرشوف واللفت الصفراء واللفت البيضاء، دابا ما كاينش اللفت البيضاء واللفت الصفراء، الناس الحقيقة يلقاوها في السوق لان الوقت ديالها تيكون فصل البرد، تيكون في شهر واحد اثنين ثلاثه واربعه. الان كاين البطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه وكاين السفرجل وكاين بصله حمراء وكاين الرمان، الفواكه كاين الرمان، بعد الرمان غادي يكون البرتقال، غادي يبدا المندرين، وغادي يكون البلوط، البلوط في اخر شهر تسعود ان شاء الله، غادي راه بدا دابا يتمر، كاين اللي غادي يجنيه، ولكن شهر تسعود عاد يكون البلوط، والبلوط واخا يكون مر كذا وكذا كيستهلك، المغاربه باقي ما عارفينش هذا البلوط كيديروا ليه، كاين اللي كيطيبوا مع الماء يسلقوه في المقراج مع الماء، كاين اللي كياكلوا خضار، كاين اللي اسميتو عليه وعنده طريقته، وكانوا لدرجه ان المغاربه من قبل كانوا كيعجنوه مع الخبز، كانوا كيديروا دقيق البلوط، كانوا كيبسوه، كاين دقيق البلوط كانوا كيستهلكوه، ولكن بدينا شويه كنضيعوا من هذه الثقافه الغذائيه مع الاسف الشديد، اللي انا كنحت عليه وكنعتزوا بها ايضا، خاص يكون هذه الثقافه الغذائيه خاصها تبقى عند المغاربه. اذا دكتور فايد شكرا جزيلا لكم، وذكر بانكم استاذ معاذ الحسن الثاني للزراعه والبيطره، لقائنا بك يتجدد يوم غد.